بالنسبة للمي ما سووا ما اتخذوا أي إجراءات، لا عطوبة محافظ معان ولا مدير الصحة ولا مدير شرطة مياه معان، بيشتغلوا يوم وعشرة لا تلوثن أبارنا الشجر المزارع بنزرع إحنا أحيانا للبيوت تبعنا بندورة بنزرع باذنجان بنزرع فواكه بنزرع كذا ما استفدنا منها شيء، ما لنا شيء يعني نوكل منها نفس نوكل منها من ناحية تلوث البيئة، وطلعوا على الواقع وكشفوا عليها ما استفدنا أي شيء. الله يعافيك.